نخش على موضوع قوي، الفصل 26 في ذكر التقوى. التقوى هو إلقاء غضب المحبوب وتجنب إغضابه، والوقوف على ما أمر به والهروب مما نهى عنه. وإذا اتقيته فقد أقمت حجابا. هلا هلا سيدي الصوفي عبد القادر الرفاعي، هذا قاعد نتكلم عن التقوى عند الصوفية من كتاب طبقات كل سيد الطعيمي. وإذا اتقيته فقد أقمت حجابا بينك وبينه، الله يعني. فإذا زاد التقوى العبد رفع الحق تعالى هذا الحجاب، فيقال له هناك إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب، وأصحاب التقوى هم ملوك العالمين وجهابذة الواصلين. أراد الحق تعالى بهم العزة فقربهم إليه، وكتب عليهم المحبة فخبرهم به. أهل التقوى هم الكبريت الأحمر. الله، سيد أحمد الرفاعي يقول الكبريت الأحمر يا بعنا شيء. والطلسم الموقر، الله، هم المعتبر بهم في السماء والأرض، وهم الثقل وهم النقل والفرد. لولاهم لكانت الدنيا ظلاما دامسا والوجود وجها عابسا. هم كعبة الوجود وكواكب أهل الجود. التقوى أن تتقي ما يخالف الحقوق الربانية، وأن تتجنب ما يغضب المناصب الإلهية. إياك أن تتقرب من الحمى فتهلك بدون أن تدري، فإنك لا تقوى أيها الصلصال الآتي والطين أيها الصلصال الآتي والطين المتداني. هذا تشبيه قوي سيدي الدسوقي. يا فياضي تكلم كلمة والحقة، طربها طناش الفياضي. انتهى كلام، يعني شنو هذا آخر شيء يقول إنه فإنها لا تقوى أيها الصلصال، يعني ما تعرف أيها الصلصال الآتي والطين المتداني. الإنسان خلقناه من صلصال من عمه حمأ مص، والجنة خلقناه من نار السموم. زين، الإنسان من صلصال ولا من طين ولا مختلط ولا أنا؟ صح، احنا جينا نشوف الله الباري والداري، درا من العدم صح، ودرا من نسل قوم اخر، فيبقى احنا جايين بالتناسل، انما هو جه برأه الله من العدم. والله لا، احنا بقى كلام كبير مسلسل فخار. خلص الكتاب لا لا.